مجلة سيل هي مجلة إلكترونية بديناها في عام 2010. نعم. وهي عبارة عن مجلة إلكترونية تتطرق لجميع المواضيع الحياتية والاجتماعية. أغلبية كتابنا ما بين عمر 18 لعمر 30. حلو. فتلاقي المواضيع اللي تنطرح فيها تخص كل حد، سواء متنوعة. متنوعة وتخص كل حد، وكل حد ممكن يلاقي شيء يعيبه في المجلة يقدر يقرأ. وتخصصنا أكثر شيء إلكترونيا، فالمجلة موجودة إلكترونيا sailemagazine.com. كل أسبوع تلاقي مقالتين ثلاثة تطلع من كتابنا والمحررين والرسامين اللي عندنا. ما شاء الله، يعني حس أن المواضيع كلها تكون من شباب يافعين ما شاء الله. ناهد النقبي، يعني جريدة البيان غنية عن التعريف، لكن تكلمينا عن دورك هناك، شو تشتغلين بالضبط؟ أول شيء شكرا على الاستضافة، وثانيا أول شيء أنا صحفية، كنت صحفية في جريدة البيان من 2000. قولي عاد 13 سنة. إيه 13 سنة. إيه عشان فعلا عندنا خبرات يعني. أنا من 2006 التحقت في جريدة البيان واستمريت صحفية، كنت أغطي المنطقة الشرقية. في 2014 أنا استويت مديرة مكتب جريدة البيان في رأس الخيمة. طبعا هناك تميت صحفية وفي نفس الوقت أشرف على المكتب مدة سنتين. أنا هالسنة انتقلت لدبي في شهر 2 ونائب رئيس قسم دعم المحتوى الصحفي في جريدة البيان. إن شاء الله جميعا إن شاء الله. طيب لو تخبرونا يعني أستاذة إيمان عن برنامج الزمالة الصحفية للصحة النفسية اللي انطلقت مؤسسة الجليلة عام 2016. البرنامج هذا من مؤسسة كاتر موجود تقريبا صار له 20 سنة. نعم. وهو كبرنامج يعني سنويا يطلب من الصحفيين حول العالم بتقديم مشروعاتهم في الصحة النفسية، كيف ممكن أنتوا تغطوا الصحة النفسية بطريقة صحفية متميزة، سواء كان كتابة أو بالفيديو أو بالتصوير أو حتى بالإعلام الاجتماعي، برامج إذاعية، الطريقة اللي هم يختارونها، وهم يشوفون البرامج أو المشاريع المطروحة ويختارون منها الأشياء المتميزة ويختارون لها السنة كاملة. بالسنة هذه كاملة طبعا العبارة عن اجتماعين، اجتماع أول السنة في سبتمبر من السنة اللي هم مختارينها. في هذا الاجتماع الكل يجتمع مع بعض ويحطونا مع أساتذة بالإعلام، أساتذة بالصحة النفسية، نطرح فيها مشروعنا ويشوفون أنه شو يمكن يقترحون يصلحون من المواضيع أو يعدلون في الأفكار على أساس أن نقدر نضمن نجاح المشروع هذا على مر السنة. يعني من كل اجتماع في مخرجات من الاجتماع نفسه. نعم. وبعدين يكون عندنا سنة كاملة يكونون طبعا حاطينا مع مشرفين ومع أساتذة بالصحة النفسية وبالإعلام، يعني مثلا كل ما يكون عندنا مشكله او اي شيء نقدر نخبرهم ان مثلا احنا نواجه هالمشكله، مو بن قادرين نحصل مصدر معين او يحلونها اول باول لشكل كبير. هي لان يعني في طبعا في مشاكل تكون مثلا احنا تواجهنا مثلا بالسوق الاماراتي الاعلامي تختلف عن اللي هم يعني مثلا يعرفونها في السوق الامريكي. بس بعدين بعد ما نخلص السنه كامله وطبعا كل ما يكون عندنا اي تجديدات، عندنا اي اشياء تنطرح في الجرايد وكذا كذا، نطرش لهم المعلومات وهم من عندهم بعد يبدون يعني ينشرونها اكثر. على نهايه السنه سبتمبر السنه اللي بعدها نرجع نلتقي معاهم ونقدم تقديم النهائي للمشروع اللي احنا سويناه. حلو. ف 2016 كانت اول سنه الامارات تدخل مع البرنامج هذا من خلال مؤسسه الجليله، وهم قاموا ان الصحفيين من الامارات هم يقدمون مشاريعهم لمؤسسه الجليله، والمؤسسه هي اللي تختار صحفيين اثنين عشان تقدر ترعاهم للبرنامج.